بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بكم على قناتكم مصادر الحياة، مع موضوع يهم صميم حياتنا وهو شنطة السفر. الكثير منا لا يستغني عن شنطة السفر، سواء كان طالب أو إنسان عادي، وخاصة الطلبة ومحبي الرحلات. المشكلة اللي بتواجه شنطة السفر دائما دائما هي إما الإيد بتتقطع، أو المشكلة الأكبر اللي هي العجلات. وطبعا إذا باظت عجلات شنطة السفر فبيبقى شيلها صعب، لأن طبعا تحريكها على الأرض عن طريق العجلات بيبقى أسهل، وخاصة مع الحريم أو البنات. النهاردة بنتعرف إزاي نغير عجلة الشنطة دي بسهولة جدا، لأن طبعا الكل يعلم سعر شنط السفر مرتفع، وبنريد إن احنا نوفر. فالأمر بسيط للغاية، النهاردة هنشوف إزاي نغير هذه العجلات ببساطة جدا. في البداية بدعوك الاشتراك في قناتي شرح آسف في قناتي مصادر الحياة، وأيضا في قناتي شرح بسيط. والنهاردة هنشرح شرح بسيط جدا. شاركنا، اشترك في قناتنا بالضغط على الزر الأحمر اشتراك، فعل زر التنبيهات حتى يصلك كل جديد وكل فيديو يهم حياتنا. وأهلا ومرحبا بكم مع البداية. والبداية بنبدأ كده مع بعض ونشوف ايه هي اول شيء علشان نبدأ نغير عجل الشنطة. فالادوات اللي احنا هنحتاجها، وهي ادوات بسيطة جدا، حاجة اسمها صفيحة منشار زي دي كده، او لو انت عندك منشار في البيت ايا إن كان انواع المنشار. ما كانش عندك فبتشتري صفيحة منشار من محلات بيع البوبيات والحدايد، وايضا هتشتري اكيد هيبقى عندك مفك او بنسة هتحتاجه، وهتشتري ايضا العجلات من عند نفس الشخص اللي هو محلات بيع الادوات بتاعة الموبيليا اللي هي فيها الحدايد والبوبيات، فيها الحدايد والبوبيات. او اذا كان في منطقتك مكان مخصص لبيع الشنط السفر وقطع غيارها، فبتقدر تشتري العجلات دي من هذا المحل. بعد كده اول حاجة ان انت بتحب تتخلص من العجلة البيضة، بان انت بتدخل صفيحة المنشار ما بين العجلة والجسم ده علشان تقطع المسمار اللي هو ده عايزين نقطعه علشان نخلص من العجلة اللي قدام حضرتك ديت ونطلعها بره. بعد ما بنخلص بنقطع المسمار زي ما انت شايف، وبنخلص من العجلة بيبقى لنا المسمار اللي انت شايفه ده. المسمار ده بيبقى داخل من الفتحة دي، واصل في الفتحة التانية، وبيتربط من الناحية التانية بصامولة. بتاخد المسمار دهوت وبتروح برضو لبتاع الحدايد والبوهيات، المسمار القديم ده، وبتجيب نفس المسمار ده، او اذا كان هو متخصص في العجل فبتقول له انا عايز مسمار تركيب العجلة بتاعت الشنطة. والمسمار طبعا سعره رخيص، كل الاشياء اللي احنا بنقولها دي سعرها رخيص جدا. اصبح المكان عندي كده زي ما انت شايف فاضي تماما، ومستعد انني اركب العجلة هنا، وهندخل المسمار من الفتحة دي حتى يخرج من الفتحة التانية ونربطها بالصامولة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بعد كده بتبدأ تدخل المسمار لحد ما يقف على البداية، علشان اما نيجي ندخل العجلة جوه هنا ما يحش فيه العجلة، ونظبط فتحة العجلة مع فتحة الجسم بتاع الشنطة من هنا. بنبدأ نحط العجلة وبندخل المسمار حتى يخرج من الفتحة دي. الثلاث فتحات بيبقوا في مدى مستقيم علشان المسمار يدخل في الثلاث فتحات ويظبط العجلة معانا. خلاص دخلنا المسمار وبان الجزء بتاعه هنا، فبنجيب وردة صغيرة حديد صغيرة جدا في نفس المكان ده هو، وبعدين بنجيب الصامولة بتاعته. الوردة دي وردة صغيرة جدا، لو ما لقيتهاش بتروح لمحل بيع الأجهزة، قطع غيار الأجهزة الكهربائية، بتقول له هات لي وردة شفشق خلاط أو دورق خلاط، بتجيب له وتقول له هات لي وردة دورق خلاط، او بتروح لي بتاع الحدايد والمسامير بتقول له انا عايز وردة صغيرة على الفتحة دي على قد
الفتحة دي وردة صغيرة، هتلاقي عنده الوردة الحديد دي. بعد كده بتركب الصامولة بتاعة المسمار كده، دي الصامولة التانية، بتركبها وبتربطها جامد، وبكده بتكون انت ركبت عجلة جديدة للشنطة. وادي العجلة بعد ما تركبت للشنطة اصبحت عجلة جديدة جدا، وبكده بتقدر تحافظ على جمال الشنطة وبتبدأ تبقى في سهولة في تحريك الشنطة. لو عجبك الفيديو هنستمر في مثل هذه الأشياء، اكتب لي في التعليق عايز تصلح ايه او عندك ايه، وان شاء الله نبحث ونجيب لك بأسهل الطرق وأقل التكاليف. وما تنساناش لايك لا يكلفك شير، اضغط على لايك لا يكلفك شير، ولكن بيدعم القناة دعم كبير وهو لا يكلفك شيء حتى نستمر، وتقديرا لما نبذله من جهد اضغط لايك شير حتى تعم الفائدة. إلى أن ألقاكم فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.